السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني، نحييكم في هذه الصبحية إن شاء الله. وهذا اليوم تاريخي، اليوم الأحد 13 أكتوبر 2019، سيكون يوم تاريخي وحدث تاريخي. علاش؟ كما تعرفوا، الجزائر هي تمر بمرحلة تاع ثورة سلمية بدأت من 22 فبراير، والكل يعلم بأن العصابة هذه مازال راهي كاينة موجودة. الدليل على ذلك هو العمل اللي غادي نقوموا به اليوم إن شاء الله بإذن الله. العمل هذا في ماذا يتمثل؟ الحكومة غير الشرعية، هاد المرتزقة هادو، هاد الكمشة اللي تسلطوا على هاد البلاد وما حبوش يحبسوا، اليوم غادي يمروا ويحاولوا باش يفوتوا قانون المالية 2020، وبالاخص بالاخص بالاخص قانون ومشروع المحروقات. هذا القانون ومشروع المحروقات اللي هاد المرتزقه هادو عطاو الصلاحيات الواسعه للشركات المتجنسه باش يتحكموا في رقاب الجزائريين كي شغل باعوا البلاد. خاوتنا في الجزائر غادي اليوم يديروا وقفة ويديروا مسيرة باتجاه البرلمان، وهذا تنديدا بهذا العمل الإجرامي اللي ما حقهمش يديروه. هذه الحكومة ما هي الشرعية، حكومة بدوي والبرلمان وبن صلاح وغيره ما هو شرعي. المفروض أن هذه القوانين يناقشها رئيس جديد وبرلمان جديد وحكومة جديدة اللي تنبثق من الشعب. على أي حال، ما هوش هذا هو الموضوع اللي حبيت نهضر عليه. الحاجة اللي حبيت نهضر عليها اليوم أن مادام الناس غادي يديروا مسيرة ويديروا وقفة احتجاجية أمام البرلمان، أنا اليوم كذلك اهتديت إلى طريقة وغادي نقوم بعمل مسيرة فينا في مصغالي إن شاء الله بإذن الله، ولكن بطريقة واحدة أخرى. غادي نقوم مسيرة بالسيارة نتاعي، وغادي أحمل هاد لي بانو هادو كما راكم غادي تشوفوهم. نديرهم في السيارة إن شاء الله ونمشي بهم، حتى هذه تكون هي بروحها طريقه سلميه، ماهيش طريقه تاع عنف ولا. والناس تلاحظ على الاقل، الناس اللي راهي غافله وتتكاكا شويه وتقرا هذا الاخر تتكاكا شويه باللي الجزائر راهي فيه لعبه، والجزائر راهي فيه لعبه بين ايدين هاد الخبثاء هادو، وراهي راهم باغيين يوصلوا البلاد، يبيعوا البلاد كيما باع 57 سنه وما كفاهمش هاد لامرد هادو باش يتسلطوا على رقاب الجزائريين ان شاء الله. المهم، انا هذا العمل اللي غادي نقوم به باش ننبه الشارع المستغالمي على هذه الاعمال الخبيثه اللي راهم يقوموا بها. في هذه اللحظه راني نوجد في لي بانو، دروك نلصقهم في الزجاج تاع السيارة. هذه الأولى،